دان سلوت grew up. بعد أسبوع تقريبا من إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطته لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، الجدال السياسي يعود مجددا عن كيفية التدخل العسكري الأمريكي وطريقة تنفيذه. رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي أشار إلى إمكانية مشاركة وحدات أمريكية في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق عن طريق نشر قوات برية مجددا، مخالفة بذلك خطة أوباما التي تقضي بعدم نشر أي قوات برية هناك. من جهته البيت الأبيض ينفي هذه التصريحات على وجه السرعة، مؤكدا تمسكه بخطة الرئيس أوباما بعدم نشر قوات برية للاضطلاع بدور قتالي في العراق أو سوريا. إذن تعاون عسكري مشترك أمريكي وعراقي ضد تنظيم الدولة، وذلك بوجود مستشارين عسكريين أمريكيين ترافق القوات العراقية في ساحة القتال. هذه المفارقات ربما تشكل ضغطا على أوباما من قبل رئيس هيئة الأركان، وذلك لإجباره للمشاركة بنشر قوات أمريكية على الأرض للقضاء على تنظيم الدولة، وذلك بعد آخر انسحاب لها عام 2011. مؤشرات تدل على ضعف القوات العراقية في ظل انقسام حاد تعيشه العراق سياسيا وعسكريا، حيث يصف قادة عسكريون أمريكيون الجيش العراقي بأن نصفه قوات عاجزة عن المشاركة في الحرب ضد التنظيم. على الأرض لا جديد سوى اشتباكات بين قوات البيشمركة الكردية وعناصر تنظيم الدولة في محافظة نينوى شمال العراق، وقصف جوي أمريكي عراقي في ظل سيطرة التنظيم على العديد من المدن شمال البلاد. سيناريوهات ربما تشير إلى ازدياد التعقيد العسكري ميدانيا وإطالة أمد المعركة التي تحصد مزيدا من الأرواح يوما بعد يوم. مصعب الشريف، اليرموك.